عودي معكم للمتابعة. قبل ما نوصل لعند ضيفتي ونتعرف أكثر على المسرح العالمي ونشاطاته بداون تاون بيروت، طبعا بأسواق بيروت أيام عيد الفطر السعيد، خلينا نروح لعند شيف صديقنا حسين. نبلش احنا وياه ونقلع طائرة الإفطار. رمضان كريم وصباح الخير لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا. لكن طائرة الإفطار بلشنا نحن فيها أنا وياكم اليوم مثل ما وعدتكم ببداية الحلقة، اللي هي عبارة ثلاث أطباق كتير مميزين فينا نقدمهم على السفرة الرمضانية. الدجاج الحلو والمالح اللي رح حط معه الكاتشب ومعجون البندورة وعصير البرتقال، ورح حط معه كمان بيبي كورن وفطر، ورح نحط براعم الحبوب. طبق كتير مميز رح نبلش فيه أنا وياكم خلال حلقتنا. والطبق الثاني اللي هو رح يكون كمان كراب بعجينة الرز، لكن نحن بدنا نبلش نحضر الكراب بعجينة الرز. بدنا نقطع جزر رفيع، وبدنا نقطع كمان خيار رفيع. فينا هون نحن نحط لها رز بداخلها، وفينا ما نحط رز، اكيد الرز بدنا نحطه بداخلها. بدنا نحط معه صلصة الصويا. اوكي، لكن بدنا نقطع خيار، بدنا نقطع جزر رفيع، وبدنا نحط الكراب بقلبه. وبيضل في عنا الطبق الثالث اللي هو سلطة الأنديف، بس مش رح خبركن عنا هلأ، لأن بتاني فقرة بخبركن عنا. وهلأ بدنا نرجع لعندك جوزيف. شيف ثانك يو لك، طبعا بعد شوي انا رح ساعدك، ما تعطي الهم، رح تلحق. ناطرك اكيد اكيد. بعرف انه انت متكل علي بكثير امور. لا اكيد. اوكي حسين، بنرجع لك. بنظم المسرح العالمي مهرجان الفرح الخامس وكرمس عيد العيد للسنه الخامسه على التوالي، ثاني وثالث ايام عيد الفطر السعيد باسواق بيروت، والدعوه عامه للجميع. طبعا ندعيكم لتشاركوا فرحه العيد وتتشاركوا فيها خلال ثاني وثالث ايام العيد. من اهداف المسرح العالمي ادخال الفرحه لقلوبكم طبعا، وتوصيل المفاهيم والقيم، وملء اوقات الفراغ بالنافع المسلي والمفيد. المسرح العالمي بيجمع ثلاث انواع من المسرح اللي بنتعرف عليهم اكثر، وبنتعرف كمان مع ضيفتي شو هو المسرح العالمي. نهال قليلات، المديره التنفيذيه بالمسرح العالمي، اهلا وسهلا فيك، صباح الخير. فيك صباح النور. ينعاد عليك، رمضان كريم، وان شاء الله العيد يكون خير يا رب على الجميع. على الجميع. بدعوات الكل. سيدي نهال، بس شرحي لنا بالبدايه اللي ما بيعرف على المسرح العالمي، شو هو المسرح العالمي؟ جمعيه، مؤسسه، شركه، شو هو؟ جمعيه المسرح العالمي. نعم. مسرح فني تربوي هادف متعدد الانشطه، بنشتغل دائما لتقديم الافضل لكل اطفال الوطن. المميز بعروضات المسرح العالمي هو التنوع اللي دائما بكل حضور بيكون في عنا فقرات عديدة واستعراضات جديدة، وهذا الكل ناطر هالسنة لحتى يعرف كمهرجان الفرح الخامس للسنة الخامسة على التوالي شو محضر المسرح العالمي. كل سنة قد ايه بتشتغلوا للتحضير للسنة اللي بعدها؟ كثير، ما بننام. نشاطاتكم بس فقط خلال عيد الفطر، ولا عندكم نشاطات أخرى خلال السنة؟ أكيد نشاطات المسرح العالمي بتمتد خلال السنة. نعم. آخر نشاط كان مع منظمة الصحة العالمية، كنا عم نقدم عروضات موضوع النظافة الشخصية بالمدارس اللبنانية. نعم. جريت، يعطيكم ألف عافية. العافية. شو أهم الجوائز اللي حصلتوا عليها نهال؟ ما في شك أنه المسرح العالمي حاصل على العديد من الجوائز. أهم جائزة المرتبة الأولى بالمخيم التأهيلي للقيادات الاجتماعية. نعم. وهذا بيشرفنا هيك لقب ناخده، لأن كل عروضاتنا بتكون حاملة معها رسالة كتير حلوة. نعم. قيمة أخلاقية منقدمها بطريقة طريفة وذكية. نعم. طيب خلينا نحكي شوي عن اللي هلأ نحن فيه، اللي هو المهرجان اللي رح بصير بسبعة وثمانية تموز. خلص. نعم. حددتوا الدات، يعني شو ما كان تاني يوم العيد، تاني وتالت، هو على أكيد تأكد بالست الشهر أول أيام نحن ولا بعد؟ بعدنا منقول، منضلنا حتى آخر لحظة منقول تاني وتالت أيام العيد. نعم. وعلى أساسه منمشي، على أساسه بسبعة وثمانية تموز إن شاء الله. أوكي. طيب خلينا بعمين تعودتوا، كيف تم التحضيرات، وشو رح منشوف بهاليومين؟ نعم. مثل ما تعودنا بنشاطات المسرح تنوع، هالسنة نحن كمان نازلين بمهرجان عبارة عن تو بارتس، بارت الكرمس، ألعاب الكرمس، والبارت الثاني اللي هو النشاطات المسرحية. ببلش نهارنا، بنستفتح المهرجان من الساعة واحدة. نعم. بألعاب الكرمس تستمر للساعة تقريبا أربعة بعد شوي، بعد الظهر، لحتى نستفتح المسرح بعروضاته المنوعة. لا
للساعة 7. للساعة 7 يعني من الوحدة للسبعة بين الكرمس وبين النشاطات. هلا يعني حكينا بالمقدمة عن المسرح اللي بيحمل ثلاث أنماط. شو المقصد فيها وشو هن الأنماط اللي بيضمها مسرح العالمي وخلال عروضاته بتاني وثلاثة أيام؟ نعم نحن إن شاء الله هالسنة هيكون نعم. في عنا عرض مسرحي هادف ومميز بعنوان جعيدان والكلام. هيدا النوع من العرض المسرحي اللي هيكون منوع بيجمع ثلاثة دمى و تمثيل على خشبة المسرح بالإضافة للوحات استعراضية للفرق التابعة للمسرح العالمي. نعم. هيدا هو التنوع اللي نحن دايما منشتغل إنه نقدمه. يعني حتى لما يكون في عنا عرض دمى ما نقدم بس دمى، نكون عم نقدم مزيج كتير حلو بين دمى وخشبة المسرح. عنا شخصيات كتير حتطلع على الخشبة ومن بيناتهم جعيدان. نعم. يعني رح يكون في شخصية محبوبة من الأطفال ومن المراهقين اللي رح بيشوفوها رح يضاف خبرك شخصية جعيدان نحن تأثرنا فيها لما كنا صغار. نعم. من هون حبينا ندخلها المرة بنشاطنا وتحديدا بهذا العرض المسرحي. وشو أحلى من الكلمة الطيبة والكلمة الحلوة، هيدا هو اللي حيشتغل عليه جعيدان ليوصلوا للمشاهدين وللصغار وللكبار اللي حيكونوا معنا بالمهرجان بطريقة غير مباشرة. كمان هن بيكتسبوا هالكلام وبيكتسبوا هالطريقة أكيد ما في شك، لأنه يتعاملوا فيها مع بعضهم ويتواصلوا فيها مع بعضهم. يعني طبعا هدفكم غير التسلية والفرح، هدفكم تثقيفي بامتياز، يعني انه توصلوا رسالة معينة لهالأطفال من اي اعمار لاي اعمار فيهم يكونوا موجودين ويستمتعوا. نعم، لما نحكي مهرجان اوت دور منقول لكل الاعمار تحديدا كمان للاهالي لحتى يشاركونا. نعم. اولادهم كل الفئات العمرية الكل حينبسط، لان حتى الالعاب الموجودة معنا العاب الكرمس. نعم. كمان شغلين أن تكون لعدد من الفئات العمرية لحتى الكل ينبسط ويتسلى. نفس الشيء المسرح، نحن مش عم نحكي بس بمسرحية، نحن عم نحكي بتنوع على خشبة المسرح. صحيح. حيكون في عنا عرض لشباب، حيقدموا عرض بوكسينج، حيكون في عنا لوحات استعراضية راقصة، حيكون في عنا عرض للمهرجين، بالإضافة للعرض المسرح اللي حكينا شوي عنه. من هون لكل الفئات العمرية بندعي نقول حيجوا حينبسطوا. أهمية المسرح بتظهر بالتفاعل، حماس. صحيح. الصريخ إذا بدك كمان، لأنه أوت دور بيتحمل هيدا الشيء في الشو خلقون يعني 100%، ومع الأهالي كمان. نعم. بنحب هي بكعب سوق بيروت، يعني على الآخر لتحت اللي بيحب يعرف وين اكزاكتلي. شارع فخري بيك حد السينما سيتي تحديدا، نحن هونيك حنكون. يعني أنتوا أصريتوا أنه يكون الدخول مجاني. صحيح. وأصريتوا على هالموضوع، ودايما دخول مجاني لكل أعمالكم ومهرجاناتكم يلي بتعملوها كمسرح العالم. صحيح، الدعوة عامة ومجاني مشان يكونوا كتار ويكونوا موجودين يعني ويتشاركوا معكم اللي أنتوا عم تعملوا. من هون بدنا نشكر كل اللي دعمونا واللي واللي وقفوا معنا واللي قدموا لنا هدايا وسبونسرز، لأن أكيد دعمهم كان كتير مهم لحتى لانطلاق هيك مهرجان. حتى مع الكرمس مجاني يعني بفوتوا أكيد. أي نعم، الدخول على كل شيء مجاني، الألعاب والمسرح. وفي جوائز يعني إذا في كرمس في أكيد في هدايا في جوائز. أكيد أكيد رح تشاركوا فيها مع الأطفال. يعني في نكونوا مثل ما قلتي من ثلاث سنين أو سنتين، وامتدادا لعمر المراهقة حيكون في صحبة تنبلة والأهل فين يكونوا موجودين كمان. الهدايا كتيرة. نعم. مقدمة من كل سبونسر اللي نازلين معنا. نعم. مشان هيك بدنا ندعيهم يكونوا كتير كتار، يدعوا رفقاتهم وجيرانهم. نعم. وبدي خبرك مسيو جوزيف انه اللي بيميز عروضات المسرح العالمي. نعم. انه المسرحيات والفرق الاستعراضية بتقدمها أطفال موهوبة، أطفال نحن عم نحكي صبايا وشباب أعمارهم 15-16-17 إذا بدك وأكثر شوي كمان. لما تكون الرسالة عم تتقدم من هيك صبايا وشباب بتوصل أسرع بكتير للصغير وللكبير، لأن حيشوف مش مواهب، حيشوف احتراف. نحن هيدا اللي بنشتغله على المسرح، انه نقدم بطريقه احترافيه لحتى توصل الرساله. يعني اسم الله عليكم، هي مش بس انه توصلوا رساله، كمان هيدي رساله للشباب اللي عم يشتغلوا معكم بهالاعمار هيدي، انه يكون تمضيه وقتهم بشيء مفيد ونافع. مفيد ونافع. رح تكملوا عروضات بعد العيد بشي اماكن ثانيه؟ اكيد، نحن دائما بدعي الكل يتابعنا على صفحه الفيسبوك او على حسابي الخاص على الفيسبوك. نعم. نهال ليلات. نعم. لحتى يتابع كل شيء جديد مش بس بالعيد كمان بعد العيد. طيب نهال، طبعا يعني انتم بيومين العيد اذا سائب سبع اول ايام العيد بيكون عندكم مهرجان ولا لا تنطروا للثاني؟ لا اكيد الثاني، نحن مش هيك الثاني وثالث يوم العيد. فاذا ما تاخذوا الدات من ياخذوا انه ثاني وثالث ايام العيد ابتداء
من الساعة 1 وامتدادا للساعة 7 فيكم تشاركوا كل العائلات من وين ما كنتم من لبنان وسائحين أيضا فيكم تكونوا موجودين وتشاركوا المسرح العالمي فرحة العيد بحد سينما ستي مثل ما قلنا بآخر أسواق بيروت. يعطيكم ألف عافية. ميرسي. إذا بتسمح لي أنا بدي أوجه تحية كتير كبيرة لوالدتي مصممة الأزياء العرض المسرحي اللي حيكون بمهرجان الفرح الخامس فاتنة عمش. تحية لك سيدي فاتنة عمش. عم تتعب كتير معنا وعم تقدم لنا أزياء كتير حلوة. نعم. نطلب من الكل أكيد منتركها مفاجأة لحتى يكونوا معنا ويشوفوا. يعطيك ألف عافية. واضح قدي أنك محمسة وقدي عم تشتغلي باحتراف أنت وفريق العمل. تحية المسرح العالمي لهالجمعية الراقية اللي عم تنقل رسالة ثقافية للطفل والمراهق اللبناني لأنه نحن بحاجة لهيك جمعيات. شكرا لك. أنا بدي أتشارك أنا وياكي مع المشاهدين وخبرهم شو عم يصير بعالم الصباح خلال شهر رمضان المبارك. عم نزور عدد كبير من الجمعيات وطبعا عم نتشارك احنا وياهم اوقات حلوه والهدايا وقد ما فينا نزرع البسمه على وجوههم. وكمان يوميا عم يكون في عندنا مسابقه لصوره لكم عم تبعتوا لنا اياها على 03-010-533 ونحن طبعا بانتظار هلا صوره جديده اللي هي كيف كنتوا انتم صغار كيف صرتوا انتم كبار. هالصوره تبعتوا لنا اياها هيك منتجه شوي على رقم الواتساب 03 اللي عم نمرق قدامكم على الشاشه. بدي اقول كمان الف مبروك لالين نحاس يلي ربحت سفره على ستوكهولم مزبوط. وهالسفرة رح تستلمها طبعا من نخال. شكرا لنخال للسياحة والسفر. والصورة كانت اللي بعتت لنا إياها شفناها الصبح بالشغل. أي صورة أنتوا بالشغل؟ كانت صورة كتير حلوة وعم نختار الصورة على أساس الفكرة وعلى أساس المبدأ اللي انبعتت منه. فإذا هاي الصورة اللي ربحت شايفينها نحن قدمها ألين نحاس. ألف مبروك لك يا ألين. 2 تيكت على ستوكهولم. أما هلأ نحن على سانتوريني 2 تيكت جديد رح يكونوا بكرة وبعد بكرة المسابقة. ونهار السبت طبعا نسحب مين الرابح الجديد معنا. أكثر من 30 تيكت نعطوا لكم وربحتون خلال شهر رمضان مبارك. وشكر لشركة نخال للسياحة وسفر. تانكيو نهال. بريك ونرجع خليكم معنا.